يعني هي اللذة وفي سعادة. نعم. مصطلحان دقيقان. اللذة حسية. طعام طيب، منظر جميل، جبل أخضر، طفل وديع يبتسم، منظر جميل. نعم. السعادة اللذة حسية، لكن هذه اللذة الحسية تحتاج إلى شروط ثلاثة، لحكمة بالغة بالغة بالغة، دائما ينقصك أحد الشروط. في البدايات شباب، صحة، وقت فراغ، بس ما في مال. صحيح. في منتصف الحياة أسس عمل، استلم وظيفة رفيعة، أسس معمل، ففي مال وفي صحة، بس ما في وقت. صحيح. تقدمت به السن، سلم أولاده المعمل، صار في فراغ وصار في مال، بس ما في صحة. صح. الله. لحكمة بالغة بالغة، لا تتحقق شروط اللذة إلا بثلاثة شروط دائما ينقصه أحدها. طيب شيخ، أما السعادة، نعم، لمجرد أن تنعقد الصلة بالله أنت أسعد الناس. ابن آدم، أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. الله أكبر. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الشاهد: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. لا إله إلا الله.